الآن وبيشوفونا من خلال التلفزيون أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد صفحة فلسطين هذا الصباح عبر الفيسبوك. إطلالتنا التالية راح تكون إلى سوريا الشقيقة ومن هناك سوق الحميدية. صحيح، سوق الحميدية اللي هو معروف على أنه مدينة تجارية وصناعية صغيرة موجود بقلب العاصمة وتحديدا المنطقة القديمة في العاصمة. خلينا نتعرف إحنا وياكم عليه. مدينة تجارية وصناعية موجودة بقلب الشام، شو ما بيخطر على بالك من أسواق مرتبطة فيه، والناس اللي بتيجي لهون طبيعي إنها تزوره. عم نحكي عن سوق الحميدية، لحتى نعرف أكثر عن هذا السوق خليكم معنا. هذا على ذكر اللي عمره السلطان عبد الحميد الأول، هذا يعني من 420 سنة تقريبا، يعني أكثر. شو أثري هذا، بس أغلبه يعني بيعتمد على السياحة أكثر من على ابن البلد، ومن ضواحي البلد بيجوا له، يعني سوء معروف قديم. كل شيء بتلاقي فيه، بس كان قديما طربيشية جوخية، بيعي سجاد خرداوات، يعني شغلات مواس ومواس. هلأ صار نسائي أغلب 90%، رجالي قليل. بعدين كان الشغل يعني أصعب من هلأ، كان يعني أزواق، يعني زبون ورأسا بيشتري بده يتنور ويشوف. هلأ بفوت أول بيشتري أسهل، هذا الجيل غير جيل هذا. هون نحن الحريقة، هون سليمانية، منيكي فوق، كلها هي أسواق جملة، أغلبها الحريقة جملة. بيعتمدوا على الحمدية، بيعوها هون، بيبيعوا بالمفرق كل شيء، أثنيات، ألبسة، أحذية، كل شيء. ترى هون في مسكية هون كتب، وهي ولفوق عصرونية أدوات مطبخ، وهي لفوق تحت هينيكي نحل أموي، في بياعين قطع مطاعم، وهي اشكال يعني بياعين عصير. اغلب السياح بيجوا اذا ما فاتوا على اجوا على الحمديه، والاموي كانوا ما اجوا على سوريا. يعني بيجوا الاموي وين؟ دغري اخر الحمديه. محل بقداش، بوظة بقداش، هو صلوا من 1895، تمام، أنشأوا جدي محمد حمدي بقداش. الافتتاح حضروا شخصيات كتير مهمة بوقتها بعام 1895 بالدول العربية أو الأجنبية بده يجي فيها على سوريا، هو بمر على بقداش، هو صار هو التاريخ، أو فيك تعتبره معلم من معالم سوق الحمدية. أي زائر إن كان من دمشق أو إن كان سوري أو من برات سوريا، هو بده ينزل على سوق الحمدية، بده يمر على بقداش لأنه هو صار معلم. أنت الأسماء اللي إجت لعنا طبعاً ذاكرتي شوي بتخوني بهيك قصص، بس عندك مثلاً الإعلامي جورج قرداحي، عندك أحمد راتب، سلطان نجم الدين، طبعاً لحنا أيمن رضا موجود دائماً، متشرف فيه طبعاً، باسم ياخور نعرفه كذا. هدول يعني أسماء عربياً أو عربية مصرية لبنانية، أو يعني عربياً بشكل عام أو سورية، هن عندهم هذا الشيء. بضل مثل ما قلت لك بقداش هو تراث. من البابوج للطربوش عبارة شامية قديمة معناها شو ما بيخطر على بالك موجود، وهالشي بينطبق تماما لما بتجي على سوق الحمدية. كنت معكم من العاصمة السورية دمشق، مصطفى رضوان، تلفزيون فلسطين.